التصق اسمه بالمقاومة الفلسطينية التصاقاً، فكان مقاوماً بالفعل والكلمة. هو من قال إن للمرء شيء في هذا العالم، فدعاه وقال قم. من أهم أدباء القرن العشرين إنه غسان كنفاني، أديب ولد في عنفوان ثورة عام 1936، واستشهد في ريعان شبابه عام 1972. كابد شقاء الحياة ومرارتها من التهجير والغربة، وعاش لاجئاً تائهاً في البلدان العربية. كاتب ناضل بريشة قلمه وأفكاره طوال حياته القصيرة التي لا تتجاوز أكثر من 36 عاماً، ولكنها غزيرة بالإنتاجات المفعمة بروح النضال والمقاومة. قال عنه محمود درويش إنه أحد النادرين الذين أعطوا الحبر زخم الدم، ونقل الحبر إلى مرتبة الشرف وأعطاه قيمة الدم. نشأته وميلاده. ولد غسان كنفاني يوم 9 أبريل عام 1936 في عكا لعائلة متوسطة الحال، فعاش نكبة عام 1948 وهو في سن الطفولة، وعايش معاناتها بكل وقائعها السياسية والاجتماعية، وهرب على إثرها مع عائلته سيراً على الأقدام إلى المخيمات المؤقتة في لبنان، ومنها انتقل إلى العاصمة السورية دمشق حيث أكمل تعليمه هناك، ليخط أول سطر من سيرته الأدبية بدراسته للأدب في جامعة دمشق، وكان وقتها كاتباً للقصص القصيرة. السطر الأول. بعد انتقاله إلى بيروت عام 1960، وجد لنفسه مكاناً بين المثقفين والأدباء، وحصل على الجنسية اللبنانية، ولمع اسمه في عالم الكتابة. وخلال عمر أدبي قصير نسبياً ألف 18 كتاباً، ما بين قصة قصيرة ورواية وعمل مسرحي وبحث. ليكرس كنفاني كتاباته لنقل معاناة الفلسطينيين في الشتات، وكان يؤكد فيها أن اللجوء في المخيمات ليس حلاً للشعب الفلسطيني. أديب ومناضل. لم يكن كنفاني أديباً فقط، بل كان مناضلاً من أجل قضيته الأم، ألا وهي فلسطين. وظهر توجهه المقاوم منذ طفولته الذي رافقه في أعماله الأدبية وحياته الشخصية، لينتقل للنضال ميدانياً من ساحات الورق إلى أروقة السياسة، وانضم إلى حركة القوميين العرب، وكتب في المجلات التي كانت تصدرها في دمشق والكويت. وبعد عام 1969 ازداد نشاطه السياسي، فأصبح عضواً في المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. وقد عرف عنه أنه لم يكن منضبطاً في العمل الحزبي أو يشارك في الاجتماعات، لكن دوره السياسي كان أساسياً، فقد ساهم في وضع الاستراتيجية السياسية والبيان التأسيسي للجبهة، الذي أكد على أهمية العمل الفدائي والكفاح المسلح. فلسطين أولاً. إذا كنا مدافعين فاشلين عن القضية الفلسطينية، فالأجدر بنا أن نغير المدافعين لا أن نغير القضية. شعر كنفاني بضياع الفلسطينيين كان قبل غيره بكثير، فكانت كتاباته من الناس وإليهم، فغاص في أعماق الإنسان الفلسطيني بعد نكبته ونكسته وما قبلهما، وأخرجه بإبداع ريشة الفنان ومهارة الكاتب. ففي روايته عائد إلى حيفا استذكر ما رواه مواطنو حيفا عن رحلتهم نحو عكا إبان النكبة، وكان لابد من أن تترك رحلته الخاصة نحو بلد اللجوء تأثيرها على غسان، فقد حضرت ذكرياته تلك في روايته أرض البرتقال الحزين. اغتيال القلم. لم ينفذ كنفاني عملية انتحارية أو ضرب رصاصاً بالبندقية، لكن قلمه كان كافياً ليجعل منه هدفاً ملحاً للموساد الإسرائيلي، فقاموا بتفخيخ سيارته في بيروت في 8 يوليو لعام 1972، عندما كان برفقة ابنة أخته لميس، لتتناثر أشلاءهما في سماء العاصمة اللبنانية، معلنة رحيل قلم القضية مبكراً. بالي بلاس.
قناة فلسطين الرقمية.